هل يمكن ان يسال المواطن انسان فلسطيني موجود هون انه افضل انه ما يشتغل وياخذ المخصصات؟ وهذا الامر يعني طبعا بعود بالسلب على تفكير الدوله. يمكن اجاوب. جاوب تفضل. هذا بجاوب تفضل. معظم الشباب هذا يعني اصحاب العوائل مستعدين من هاللحظه مش من بكره، من هاللحظه ان يعملوا، بس بشرط انه يراعوا فرق الراتب اللي باخذه بالعمل والراتب اللي باخذه من الدوله. يعني على سبيل المثال انا باخذ راتب مثلا 1200 يورو 1500 يورو مع الايجار من الدوله. من الدوله شهريا بيجيني 1500 يورو من الدوله، 500 ايجار البيت، في عندك مصاريف ثانيه اللي هي الكهرباء والمي ومصاريف يعني اضطرت تجيك انت ما بتعرف في اي لحظه. مضبوط ولا لا؟ لكن اذا وجدت عمل ما في عمل اكثر من 700 الى 800 يورو. اذا اخذت 700 بروح عليك 1500، تتوقف كل الراتب راتب العائله. فانو اللي بده، انو اللي بفضل انه يشتغل هاي الشغله مهما تكون الشغله. اذا اوجدوا حل لهالمشكله هاي، انا بوعد الحكومه القبرصيه 80 90% من الشباب يشتغلوا من اليوم. لا سؤالك وجيه. احنا اقوى الفلسطينيين 700. طب انا ايجاري 700 وبعدين. يعني الفلسطينيين اللي وصلوا، اللي هربوا من العراق ووصلوا الى قبرص كلهم كانوا اصحاب عمل. الدكتور، المهندس، استاذ جامعه، اللي كان عنده معمل، اللي كان عنده محل، اللي كان يشتغل منظمات انسانيه، اللي كان يشتغل الامم المتحده، يعني كلهم عندهم اعمال خاصه ترد لهم واردات خياليه عايشين فيها ملوك العراق. ولكن الظرف اللي حصل في العراق اجبرنا ان نغادر العراق. ولكن يا ترى اللي اشتغل فترة 15 إلى 20 سنة بالعراق ويجي يقعد هالقعدة هاي، يعني عفوا قعدة، يعني مش بني آدم الرجل، مش بني آدم. الخوف مش على الكبار، الخوف على الصغار. الخوف على الصغار وعلى الكل، الخوف على الكل. الكبير يعني مش رايح يعني يبدا نمط حياة مختل لا سمح الله. أما الخوف على الشباب الصغار هاي اللي سبب المغادرة من العراق. لكن احنا لو وقفنا هون حاليا، يعني على سبيل المثال الدكتور أو الأستاذ الجامعي، يعني لما يقعد من الصبح الى للعصر ما في عنده شيء، يعني ما عنده شيء، ويوميا تتكرر الحاله، يوميا تتكرر الحاله. يعني هو راح يشعر نفسه انه هو انسان؟ يعني هي احد المعضلات، مش المشاكل، احد المعضلات اللي بنواجهها هون.